توزيع مياه الشرب لمتضرري الجفاف بالصومال. نفذت قطر الخيرية مشروعاً لتوزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة 6300 شخص في الصومال. مواجهة أزمة جفاف القرن الأفريقي، أطلقت قطر الخيرية حملة إغاثة عاجلة في كينيا تستهدف تقديم المواد الغذائية والطبية. الرئيس الموريتاني يستقبل الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني. شهدت زيارة الوفد افتتاح مركز لتأهيل الصم ومسجدين كبيرين وحضور حفل للأيتام. يتكون مركز تأهيل وتعليم الصم من روضة للأطفال وقاعة للتشخيص المبكر للحالة السمعية ومدرسة ابتدائية ومعهد للتكوين الحرفي ومكتبة تخصصية وعدة نوادٍ.